ينضم إلينا أيضا موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس ولقائه مع عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نعم، متابعتنا لليوم الثاني للورش الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لم تتوقف، ولكن العديد من المواضيع تمت مناقشتها بالفعل خلال الأيام الماضية واليوم، ولها عناوين رئيسية من أهمها ربما هي ريادة الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام. ولكن لنتحدث أكثر عن هذه الفكرة، فكرة ريادة الأعمال وربطها بمنتدى شباب العالم. معي الآن ضيفتي الدكتورة عبير شقوير، وهي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مرحبا بحضرتك يا فندم. عايزين يا فندم نتكلم عن من وجهة نظركم كيف تروا هذا المنتدى وكيف يمكن ربطه بالفعل بريادة الأعمال. طيب، احنا الحقيقة شايفين المنتدى هو أكبر تجمع عالمي للشباب على مستوى العالم من مختلف الدول لتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. الأهم الحقيقة أن المنتدى بيعكس تمكين الشباب والإرادة السياسية لتمكين الشباب. المؤتمر منظم من قبل الشباب وبيقوده الشباب، وزي ما حضرتك شايف التنظيم على أعلى مستوى، المشاركة من زعماء العالم، من متخذ القرار، من صناع القرار. الحقيقة هو رسالة في حد ذاته قوية جدا، لأن تمكين الشباب بيؤدي إلى الكثير من الأنشطة الهامة والبرامج والتوصيات اللي بتخرج منه وبيتم تنفيذها. فهنا بنقول ان الشباب جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي، احنا بنطلق مبادرة من خلال الأمم المتحدة اسمها مبادرة شباب بلد، بتتكلم على ازاي ان كل شاب وشابة يكون لي فرصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الفرصة دي ممكن تكون فرصة تدريب أو فرصة في ريادة الأعمال، ممكن تكون فرصة في التوظيف، ممكن تكون فرصة في التعليم الفني، ممكن تكون فرصة في الابتكار. وبتتكلم على أن كل الشركاء سواء من الحكومات من القطاع الخاص لازم يكونوا شركاء في هذه المبادرة، وبالتالي يكون في تكامل من كل المبادرات اللي بتطلق. احنا دورنا في هذه المبادرة كبرنامج أمم المتحدة الإنمائي، احنا بنكمل الأنشطة اللي احنا بنعملها في تدريب الشباب وخاصة دعمهم في ريادة الأعمال. احنا السنة دي على سبيل المثال عملنا 17 أكثر من 17 معسكر لريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وصلنا لأكثر من 700 شاب فقط في برامج ريادة الأعمال من 27 محافظة. كان عندنا الحقيقة شرفنا ان احنا اشتغلنا على ارض محافظة شمال سيناء، شرفنا ان احنا كان عندنا 6 محافظات حدودية مشاركة معنا في معسكرات الشباب وريادة الاعمال. ده جزء بسيط من التدريبات. دكتور عبير، كمان يمكن الشباب لما بيشوفوا الافكار دي بيتم تطبيقها بالفعل على ارض الواقع بيبقى دافع مهم جدا ليهم. ايه من وجهه نظرك لو شفتي مشاركه الشباب من التوصيات اللي من الممكن فعلا قالوها يكون من الوارد ان ممكن تطبقها على ارض الواقع من مشاركتهم معاكي خلال الفتره اللي فاتت؟ طيب، خليني اقول لحضرتك ان فكره المؤتمر نفسها كانت جايه من الشباب. دي كانت فكره الشباب في سنه 2017 واللي طرحت في المؤتمر الوطني للشباب في الاسماعيليه. النهارده بقى اكبر حدث عالمي، اعتقد ما فيش دليل اكبر من ده على ان افكار الشباب بيتم فعلا دعمها وبيتم احتضانها وبيتم تاهيلهم وبياخدوا القياده وبيوصلونا للي احنا شايفينه النهارده. دكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا لحضرتك جزيلا على هذه المعلومات الوفية. وكما شاهدنا ريادة الأعمال ربما هي من المواضيع الهامة لهذا المنتدى في نسخته الرابعة، وأيضا ربما توصيات الشباب وآراء الشباب وابداعات الشباب اللي يتم أخذها بالفعل كتوصيات كما ذكرت الدكتورة عبير، مثل منتدى شباب العالم بالفعل الذي كان فكرة في البداية أو حلم في البداية وأصبح حقيقة. لذلك سنتابع بالطبع بقى عن باقي المواضيع على مدار الأيام القادمة. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك كريم، وشكرا لضيفتك الكريمة.